ماهية هذه القوانين والمناقشات أيضا من الجزائر مراسلتنا ناهد زرواطي. ناهد، ما الأهمية التي يكتسبها هذا الاجتماع؟ ما طبيعة هذه القوانين المتعلقة بالفساد الجديدة بالطبع؟ ماجد، لا ننسى أن الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الذي انتخب العام 2019 كان من بين برنامجه الانتخابي هو مكافحة الفساد، وربما مكافحة الفساد في الجزائر أو ترشح الرئيس جاء بعد حراك أو الانتفاضة التي كانت ضد النظام السابق للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والتي لا ننسى هنا ماجد أنها إلى اليوم يتم محاكمة رموز النظام السابق، رجال المال والأعمال والسياسة وحتى رؤساء الوزراء السابقين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يحاسبون على 1000 مليار دولار تم تضييعها خلال حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. إذا مكافحة الفساد تبدأ من النظام السابق إلى اليوم، ولا ننسى أن الرئيس عبد المجيد تبون سبق وعدل الدستور سنة 2020، وكان من ضمن بنود تعديل الدستورية مكافحة الفساد وفصل المال عن السياسة، وهذا ما رأيناه ربما ماجد خلال الانتخابات التشريعية أو الانتخابات البرلمانية، وهنا أخص بالذكر الانتخابات المحلية أقول، وهنا أخص بالذكر أنه في الانتخابات البرلمانية صرح الرئيس عبد المجيد تبون أنه تم يعني عدم الموافقة على ترشح 750 مترشح للانتخابات البرلمانية فقط بتهمة شبهة المال الفاسد من النظام السابق. فهنالك عديد من القوانين الجديدة وعديد من السبل لمكافحة الفساد التي جاء بها الرئيس الجديد عبد المجيد تبون منذ حملته الانتخابية إلى اليوم، وهذا ما رأيناه إلى اليوم ماجد من خلال اقتياد العديد من رموز النظام السابق أو حتى رؤساء البلديات أو حتى الولات نحو أروقة المحاكم ونحو السجون. هذا الرئيس أيضا الذي قد تحدث على أنه حتى ما يجري اليوم في الجزائر من ندرة حتى بعض المواد الأساسية الاستهلاكية يريد خلق بلبلة داخل البلاد، فهو يتهم إلى اليوم أنه هنالك من يقوم بحراك من داخل السجون، وربما هي اللقطة التي جعلت الرئيس عبد المجيد تبون وحتى القضاء الجزائري يفصل حتى ما بين رموز النظام السابق داخل السجون. فرأينا أنه هنالك كمن أخذهم إلى الشرق، وهنالك من أخذهم إلى الغرب إلى الجنوب، وهنالك من تركهم في العاصمة، يعني حتى فصل في التنسيق ما بين الموجودين في السجون حاليا. فالرئيس يحاول إلى اليوم إيجاد آليات وبنود ويعني قوانين صارمة لمكافحة الفساد من أدنى الهرم إلى أعلاه على مستوى جميع الإدارات والهيئات الرسمية في البلاد. نعم، من الجزائر مراسلتنا ناهد زرواطي، شكرا لك.